يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي أو صنفان من الناس لم أرهما. نعم. يعني لم يرهما صلى الله عليه وسلم في الحياة. والسلام. قوم معهم سياط كأذناب البقر. نعم. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. نعم. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن رؤوسهن كأسلمة البخت. لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. في علامتين علامتان جديدتان من علامات الساعة. نعم. ناس قوم معهم سياط كأذناب البقر كذيل البقرة. نعم. هؤلاء هم قوات مكافحة الشغب والذين يؤذون الناس بالعصير الكهربائية وغيرها. سياط جمع صوت. جمع صوت هو العصا يعني يستبدل بها العصا او الجلد التي الدره التي يخفق كان زمان يخفق بالدره والان في عصا وتطورت صارت عصا كهربائيه. صحيح قصيره تهرب الاعضاء. نعم. كاذناب البقر المراد بها انها قصيره. قصيره نعم نعم قصيرة. نعم. ويؤذون الناس بسبب وبغير سبب يضربون الناس بها ولا يضرب مسلم. لا يضرب. لا يضرب. لماذا يضرب؟ هناك حدود في الإسلام وهناك تعزير. ما معنى التعزير؟ التعزير هو يعني شيء ليس فيه حد وإنما يقوم الوالي أو القائم بالأمر لتأديب الخارج عن القانون بهذا الأمر. يعني هو لم يرتكب حدا يوجب حده. لم يرتكب حدا يوجب الحد. يوجب الحد. لم يرتكب حدا يوجب حده. تنفع له في اللغه. جميله ممتازه جميله. الله يبارك فيك. نعم. فهو لم يرتكب كبيره تستوجب هذا الحد ولكن ارتكب شيء يجب على ولي الامر ان يقومه. صحيح.